بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 556 عن جندب بن عبد الله الأزدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني والبزار، والحديث صحيح لغيره. إخوة الإسلام والإيمان، ما أنت تاريخ الإسلام كيتهي لحي اللي بعتن كي بشي اللي بيتمناد الحجة سنة تكون أفر بغل فرطن إلا وإسلام كان وافق سن شنتي بشي سيدادات السنة كان لبضا كون إلا بعتن يكو حنو كتيرون ما أنت قبل قبين إنا موضوع عين كساب سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن يقيبه سكل دوناء أو أها نقفك المنكر كدتك كرهبة وانا جنا أمره، لكن أصدق أنا لا إيمانين وانا جودتك أمره لما إيمان هيو منكر كدتك لا كرهبة ينا والله إيمان هيا يدي بعد تضع إلى هذا إنه شخص هو أصو وهو دتك وش يجا هيو إن وانا جا إنه قفك وهو رأي سماينا إنه أصو النقض وهو دتك كرهبة ينا عدو وهو رأي كهر سينه النقض هدو أرن كان نقوم ويا عقابته وعيدك شديد ك الدين تأنه أشكته والله كل ما يعقبت آخره بقى إنتان لقارمه. حديث كان برمانت كسوق قبل قبلنا إن شاء الله تعالى ما حنوجد بدنا موضوع كله وأصلاً سلوا مهم ويان وأه مركا الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه وتتبع عوراته. تعليسين تلس تعليسين هي عيبها مسلمين تا إن لا أستره يدقنين تلس كيد جها يو إن عيبها مسلمين تا لا تتبعوا لا الرراعوا أو ما أرتب أنا كلا صورديكم حما تدا إلى هذا. بان إن شاء الله تعالى أوجد بدورنا. حديث كان وحصوص هاري الإمام الطبراني كتاب اجتماع جمكاء سلوك على الإمام البزار وصوص هاري الضياء المقدس كتاب اجتماع المختار أنا وقصوص هاري حديثك وحديث صحيح لغيره. إن ما أرتي شيخ الباني رحمة الله عليه إلى دور ميلود أيو قصة حين يا حديثك قيبتك وبعد حاول سعيد ترغيب وترهيب وماشي عن كسر حجاني حديثك لباكم صدح بقول إيوه لباتني سيديت رقمك حديثك وحاكله كوسة عينا يا صحيح جامع صغيرة وكوسة عينا يا رقمك حديثك لبا ميلود ولبا رقمك حديثك شانكون سيديت بقول صدني كو إيه شانكون سيديت بقول إيه صدني تضبا لبا ميلود وكوسة عينا يا وجامع صغيرك صحيح جامع صغير وحاكله شيخ الباني وكوسة عينا يا حديثك سلسلة صحيحة رقمك حديثك كون هل بقول صدني صدح انت اسم ميلود با حديثك صحيح بك قدقاي مركوا حديث ثابت السوغنوي انت كذب معنى حديثك محوية هاي وحو رسولك عليه الصلاة والسلام جندب بن عبد الله الأزدي بجلي ماه نكن ريب ريبني مارتي بجيلا ما هو أزدي وين سوا يمني صاحب الرسول الله اها رسولك كبرنا عليه الصلاة والسلام بوحوية من نبغى وحوية مثل الذي كيت تسالهيس يعلم برهي أن صدتك الخير خير قدتك برهي وينسى هالماما هي نفسه ونفتيس هالماما يو إهمالين هي وخير كودتك وشيغي نفتيس أنا مارتي كو عمل فلين كمثالي السراجي بولا ميديا فينوس أما مطرماكس أما بالك الله إفتين صدق وكلو لميديا يضيء وإفين هيا للناس دتك دتك مور سين هيا سيو انتفاع صدان ويحرق وقوب نفسه ونفتيس أنا وقوب هيا الحديث إخوة الإسلام والإيمان حقيقة حديث كان تصالع عجيبة ينبي كبحناية حديث كان يأمثاشيس وحنبي عليه الصلاة والسلام ننك ضدك خير كبرها هي ننك دونها هذا مثل الذي أما الضمر هذا مرهق هذا ننك ضدك خير كأشيغ وناق أمر هي ما تذكر بها هي نفتي سألو بها هي نفتي سأنا خير كود بقين حما تذكر أنا كر بينين سراج بولمدي هي بالك الله افتين صدا اما فينوس ده اما وحاتر هذا مترماكس ده اما مارتي تريك ده بالك افتين كان وين له كاس ولمدي هي افتين كاس فينوس تا سراج كان محو سميا ددك ايو افين هيا ددك با منافع سن هيا افتين كا كيمن هيا ددك واخ كو قبسن هيا نفتي سلكن اسو غبايا نفتي سكليل اللي انا دبك اسو كبخايا افتين أسيء هو إسقاب هيا، فينوس مقدبة نقول هذا دقيقة سيسقاب حنس. نكذتك أشياء هيا خيرك،
ummadii khayrkiisibay intifaacsanhayaanoo ku baraarhayaanoo ku barwaaqoobahayaanoo ku horumarhayaanoo ay maaratay intifaacsanhayaan asagu, laakiin maadaama naftiisa u iloobay naftiisa uu halaagahayaa, halaag iyo ciqaab iyo cadaab buu usoo jiidahayaa. Idan faynuustaas iyo tariiggaas ifahaya oo dadku iftiinkiisa manaafacsanhayaan asagiina isgubahayo kulayl isku sii daynhaya ayuu la mid yahay, ayuu la mid yahay. Idan marka waxaa weeyaan runtii waa waciid khatara wey. Ninka dadka khayrka u sheega khayrku adduun iyo aakhira wuxuu doon ahaado, wax dadka khayr u ah ayuu adduun iyo aakhira ugu sheegayaa, wax adduunkooda anfacahaya aakhiradooda anfacahaya ayuu habeenii maalinba u sheegi. Laakiin naftiisii ma dabaqahayo, ninkaas waciidka adag baa kusoo arooray. Wuxuu nabigu tusaale u bixiyey siraajkaas iyo faynuustaas iyo baalka iftiimahaya ayuu la mid yahay dadka ayuu u ifinhayaa, oo dadki baa intifaacsan, naftiisana wuu gubahayaa. Idan waa nin naftiisa halaagaya markuu khayrkii dadka u sheegay uusan qaadanaynin oo asagii dabaqaynin, xumaatadii uu dadka reebayeena uusa isagu ka hadhaynin, waa nin naftiisa gubahaya dadkiina intifaacsanayaan. Lafti kalaa soo arooray uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, mathalu lcaalimi aladii yucallimu nnaasa alkhayra maarat wayansa nafsahu kamathali siraaji yudiu linnaasi wayaxriqu nafsahu. Caalim baa soo arooray iyo mathalu ladii maarat yucallim intuba weliba mathalu ladii yucallimu yaa ka fiican yaa ka caamsan. Alladii markii la yidhaahda mufrad weeye waa caam weeye, marka caam wey, marka waa ism mawsuul weeye, waa caam weeyaan. Waxyaabaha wuxuu kamid yahay isamka mawsuul keenuu kamid yahay cumumaadka faa'iideeya. Alladii yucallim ninkuu doona ahaada, dumar ha aada, rag aada, wuxuu doona ha aada wey, dadka khayrka bara oo naftiisa halmaama ka taga naftiisa oon wanaagii aanaa naftiisa amraynin, siraajkaasuu lamid yahay, ifinhaya dadka iftiin siinahaya naftiisana gubahayuu lamid yahay. Arrinta waa arrin khatara wey ikhwati fillah. Shalay baan aada u faahfaahinay inuu qofka muslimka iska ilaaliyo arrinta khayrka dadka u sheegaysi adiga qofka ugu horeeya samaynhaya noqo, xumaan baa dadka ka reebaysaa qofka ugu horeeya ka hodhan noqo. Nabiyullaahi Shucayb qoomkiisa waa kii kulahaa walaa maaratay walaa uriidu an wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu, ma rabo inaan ani idiin dabamaro ama idinku khilaafo, waxaan idinka reebahay inaan idinku khilaafo ma rabo. Waa kii nabiyullaahi Shucayb lahaa. Idan ikhwati fillaahi, dadka oo wanaagga loo sheego naftaada inaada ku dabaqin halaag cajiib bay leedahay, khatar bay leedahay. Waa kaanu soo maray ninkii caloosha naartu ay caloosha kasoo ridaysay ay dadku isugu imanhayeen ee la yiwar wanaagga dadka amraysay waa kuse, xumaana waad ka reebaysee, wanaagga waan amray laakiin anu lamaan imanaynin, xumaatadana waan ka reebahay laakiin anugu waan la iman jiray. Ciqaabtiisa waxay noqotay barzakh intaana aakhire la gaadhin iyo maaratay naar la gaadhin. Cadaabulbarzakh iyo qabriga ayaa ciqaabtii waxay noqotay inay caloosha naarta ay kasoo riddo, oo markaadeena ay dadki saas ugu wada yimaadaan, ama naartiiba intuu galay bay dadka ayay maarata isugu imanayaan naarti intuu galay. Oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii arkay. Idan ikhwati fillaahi, khatartaasi leedahay dadka wanaagga la amro aan lala imanin, xumaatadoo laga reebo aana maaratay laga hadhin. Ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa lxusna wasifaati lculaa inuu xaqa nadsanuu irsaaqa xaqa raacitaankeeda xaqa raacitaankiisa inuu ilaahay nugu irsaaqo. Xadiidkaas maanta waxaan kusoo gabagabaynaynaa mawduuceenii ballaanaa ee noogu magac daray alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar, iyo haddii laga tago dhibaatada uu leeyahay, iyo qofku hadduus isagoo naftiisa ku dabaqin dhibka ay leedahay, baan xadiidka kusoo gabagabaynaynaa insha allahu tacaala. Sabtidan soo socota ayaan mawduuc cusub bilaabi doonaa. Hal mar baan xadiidka lafdigiisa aan marinhayaa. Alxadiidu 556 can jundub bin cabdillaahi alasdi عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني والبزار والضياء المختار والضياء المقدسي في المختارة، والحديث صحيح لغيره. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.